أسألك في الأول، إيه مشكلة الأستاذ نور عندكم في المغرب؟ المشكلة تحديداً إيه؟ لا، هو الحقيقة أنا العام الماضي زي ما حضرتك ذكرتي أثيرت، يعني إحنا فوجئنا بأنه الأستاذ نور كان عامل فيديو في مواقع مغربية، يعني بيحكي طبعا قصته أنه كان عايش في منزل صديقه، كان أهدالي أو يعني مستضيفه فيه، وصديقه توفى وزوجة صديقه يعني طلبت منه أنه يسيب البيت وقال أنه هو مش لاقي مكان يسكن فيه. أي في ظل يعني الفيديو والكلام ده كله، طبعا كانت أزمة كورونا وكده، يعني كان حصل تدخلات من، يمكن حضرتك فاكراها، من النقابة في مصر، نقابة فنانين، تدخلات. طبعا الموضوع كان على عدة تلفزيونات وشاشات. في النهاية كانت قررت قناة MBC ان هي يعني اكراما لوالده ولحالته، فان هم هيتولوا مسألة توفير مسكن له، وده تم بالفعل العام الماضي واستمر يعني بقاله شهور لحد ما فوجئنا من حوالي اسبوع. انا هي على صفحة السفارة وفي ناس تواصلوا مع السفارة، قالوا ان الاستاذ نور حالته الصحية تعبانة وما الى ذلك. وكان اتصل بيا، يعني انا مش عايز اذكر اسماء، انما احد المنتجين والفنانين يعني بالنسبه للحاله، وقال لي ان هو الاستاذ نور موجود في المستشفى الفلاني وطلب مننا كسفاره طبعا ان احنا نتولى زيارته. وهل بالفعل تم يعني التحرك من قبل السفاره سياده السفير؟ ما انا هقول لحضرتك، طبعا تم التحرك. احنا ارسلنا زميل من السفاره، احنا السفاره حضرتك عارفه في الرباط، وطبعا الاستاذ نور في الدار البيضاء. ارسلنا زميل مخصوص لزيارته في المستشفى. لما وصل المستشفى طبعا كان الاستاذ نور خرج، وتم التواصل مع المنتج المصري في هذا الشأن، وتم إبلاغه بهذا الأمر. هو المنتج كان متكفل، أو مقيلة يعني أنه متكفل بكافة مصاريف علاجه في هذه الفترة، سواء في المستشفى أو خارج المستشفى. طبعا في الأيام الماضية دي أثيرت مسألة أن هو الأستاذ نور تعبان وعاوز ينزل مصر، وكان في يعني حد مغربي، طبعا فنانين كانوا تواصلوا معايا، الأستاذ هاني شاكر تواصل معايا برضو بخصوصه. احنا متابعين الموضوع. طب ايه سبب منعه من العودة لمصر لحد دلوقتي لتلقي العلاج او لدخول مصر؟ لا حضرتك، هو ما فيش منع ولا اي شيء. هو طبعا الأستاذ نور بيثير هذه القصة كل كام سنة، يعني هذه القصة ممتدة يمكن لأكثر من 10 سنين النهاردة. هو كل كام سنة يثير هذه المسألة ويقول أنا منعني من النزول لمصر. الحقيقة هو ما حدش منعه من النزول لمصر. الأستاذ نور عنده جواز سفر ورقي قديم ومنتهي الصلاحية، وليس لديه بطاقة رقم قومي. طبعا هو بيقول اعملوا لي باسبور جديد. طبعا حضرتك عارفة احنا يعني بنمثل الحكومة في الخارج، وبالتالي في إجراءات لاستخراج جواز السفر. يعني بس انتوا بصدد انكم يعني تقوموا بهذه الاجراءات، ولا دي عقبه كبيره مش هينفع؟ لا، هي استخراج جواز سفر ده هي في بياخد وقت او وثيقه للسفر بس، يعني انا متهيألي بتبقى احنا شغالين احنا شغالين بالفعل على موضوع الوثيقه، وده انا تواصلت السفيره نبيله مكرم، احنا على تواصل معاها من اكتر من كذا يوم لاستخراج وثيقة له. الحقيقة احنا كل ما نقول له طب هات لنا جواز السفر عشان لازم نبعت، يعني لازم يكون في اثبات ان هذا الشخص هو فلان وهو مصري، يقول لنا الجواز ضاع. تحصلنا يعني امبارح على صورة جواز السفر، وبالفعل تم تقديم الطلب للمصلحة، والدكتور والسفيرة نبيلة مكرم وغيرها يعني عدة اشخاص يعني بيتولوا الموضوع مع مصلحة الجوازات، بحيث ان احنا ننهي مسألة الوثيقة. طيب هل في تواصل يعني بشكل شخصي مع او مباشر مع الاستاذ نور اليومين دول من قبل السفاره؟ لا الحقيقه ما فيش تواصل مباشر، لان احنا ما نعرفلوش. الحقيقه هو في اشخاص مغاربه بيقولوا احنا متوليينه او ما الى ذلك. احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بعتنا حد يزوره، فهو كان خرج من المستشفى. ايوه. ولا نعلم مكانه الحقيقه. انا طبعا عارف انه طلع في كل شاشات التلفزيون امبارح وكده، انما هو الحقيقه احنا التواصل المباشر مش عارفين نوصل له الحقيقة.
طيب احنا هنعمل له مداخله وان شاء الله نحاول نعرف عنوانه ويقوله لنا ونوصله بسيادتك، واحنا كل اللي بنأمله ان احنا الحقيقه نحاول نعمل له حاجه لانه يعني يرجع مصر ويتعالج في مصر، وانا واثقه ان وزاره الصحه هتعالجه على نفقه الدوله وهتعمل ده، ومش مش يعني مش جديده عليهم ولا على السفاره. انا عارفه ان حضرتك يعني بتعمل مجهود كبير، وانا عارفه انك مش هتتاخر في ده برضه. اتفضل يا فندم. لا لا بالتاكيد مفيش تاخير. هي عقبته الوحيده هي استخراج الوثيقه، موافقه المصلحه الوثيقه تخرج في نفس اليوم، مفيش اي مشكله. ان شاء الله. يعني المطلوب دلوقتي عنوانه عشان لو في عايزين تسالوا عليه، والمطلوب هو في حريك قلت ان هو موجود فين، في الدار البيضاء؟ لا هو طبعا الـ 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 يعني في ناس مغاربه اللي اتصلوا بينا، هو كان في المستشفى وخرج من المستشفى، هم بيقولوا ان هو قاعد في فندق، طبعا هم يعني ما قالوا لناش اي فندق.